رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناسبة الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بإحرازه لقب بطولة آسيا لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب العراقي بنتيجة هدف مقابل لا شيء أحرزه اللاعب عيسى موسى في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس على ملعب كربلاء الدولي بجمهورية العراق. قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: نعتز ونفتخر بالنتيجة المشرفة التي أحرزها المنتخب الوطني لكرة القدم في هذا التجمع الكروي والتي حققها أبطال المنتخب الذين قدموا أداء بطوليا في هذه المشاركة ووصلوا إلى هذه المرحلة من المنافسات ونجحوا بمعانقة الكأس عن جدارة واستحقاق ليهدوا هذا الإنجاز لمملكة البحرين. وأضاف سموه: تعتبر هذه النتيجة المتميزة التي حققها الأحمر الكروي في هذه المشاركة القارية هي البداية الحقيقية لإنجازات الكرة البحرينية في العصر الذهبي لإنجازات الرياضة البحرينية، والذي أطلق مسماه أخي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، والذي يعد امتدادا لمسمى عام الذهب الذي أطلقه سموه على عام 2018، وذلك للنتائج المشرفة التي حققتها مختلف الألعاب الرياضية في المشاركات القارية والدولية. وقد أشاد سموه بالجهود الواضحة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة لتهيئة الأجواء المثالية للمنتخب للإعداد والتحضير للمشاركة في هذه البطولة، مقدرا سموه في الوقت ذاته الجهود التي بذلها الجهازان الفني والإداري لتحضير اللاعبين بالصورة المناسبة لتقديم المستويات المشرفة وإحراز هذا الإنجاز الآسيوي الجديد للكرة البحرينية.